يعني وش مثلا غادي نطلبوا مثلا بالمواصلات ثم على الاهميه تروب الحزقه ديال المدينه بالحسايين بالحفاظ على الكاب والطويل بوقاع غتدوزو عليها كامل؟ حنا غادي ندوزو ان شاء الله دابا الباركور اللي درنا غادي نبداو من باب مريسه ان شاء الله وغادي ندخلوا على الملاح الحكيم وغادي ندور على شغله ديال الفردوس وندوزو بعدا جماعه ونعاودو نهبطو على جنين هذاك الشارع اللي دايز على السور ديال المدينه القديمه كامله اللي بغينا نمشيو معاهم هو اللي بغينا ناخذوا فيه الصوره مع المدينه القديمه فوالا وندخلوا على لا ما نخرجش انت كيفاش تعرف شحال هذا البريمير ايديسيون ان شاء الله درنا باب بوحاجه لا بوتيتر العام الجاي علاش حنا هذا العام بحال سميتو بحال ممكن مره نبداو من الرباط هذا العام هذا ونقسم لك يمينا تكون نجيبو الرباطي الكرنفال واننا نديروه شاد من مسافه طويله وخارج من المدينه حيت اغلبيه الكرنفال كيديروا في المدينه حنا بغينا بالعكس نخرجوا من تابريكت ونجيو على المدينه ونجيو السلام عليكم معكم يوسف أناقام رئيس ديال جمعية أوفربوز ومدير مهرجان طوبول اللي هو أول مهرجان ديال الموسيقى النقرية في المغرب اللي غادي تنظم مدينة سالا أيام 8 9 10 ماي إن شاء الله. هذا المهرجان هذا دار حيت المدينة ديال سالا عرفت واحد الازدهار في هذا الفن هذا وعرفت كثرة ديال الفرق دونك حنايا حاولنا بصح أننا نوجهوا هاد المجهودات ديال هاد الشباب هادو نوجههم في اتجاه احترافي داكشي علاش نظمنا هذا المهرجان هذا باش يجمع ما بين الفرق المغربيه وباش يعطيهم واحد ليكسبيريونس مع فرق اجنبيه ويشوفوا كل واحد كيفاش كيتعامل مع الفن ديال الايقاعات على الطبول.